السلام عليكم، حلقة جديدة من محطات مغاربية. كالعادة نتابع ونستعرض أهم الأحداث التي شهدها المغرب الكبير الأسبوع الماضي. البداية تكون من الجزائر، الحديث عن تشديدات حراسة وتأمين الحدود بين الجزائر والمغرب وباقي حدود الجزائر مع دول الجوار. الملف الثاني سنتحدث عن زيارة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى موريتانيا وسط سخط شعبي وترحيب من الحكومة. أما الملف الثالث من المغرب، حيث دعت حركة التوحيد والإصلاح المغربية إلى تعميم تدريس اللغة العربية واللغة العربية عموما في التعليم العالي. أما ملفنا الرئيسي اليوم فهو عودة إلى تونس مع بوادر مواجهة مفتوحة بين الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية وحركة النهضة والسيناريوهات المحتملة لهذه المواجهة. هذه مواضيع حلقة اليوم من محطات مغاربية، فأهلا بكم. وإلى الجزائر، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن تشديد الحراسة وتأمين الحدود بين الجزائر والمغرب وبقية الحدود الجزائرية مع دول الجوار. المسألة ليست حديثة، ولكن تم طرحها الآن على الساحة من جديد إعلاميا. لنسأل لماذا، نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. أوردت تقارير إعلامية أن الجزائر شيدت وعلى مدى سنوات عديدة أكثر من 6000 كيلومتر من الأسلاك الشائكة شيدتها الجزائر على حدودها مع المغرب. التقارير تحدثت أيضا عن تدابير أمنية أخرى اتخذتها الجزائر لحراسة حدودها مع الجارة المغرب، كإنشاء أبراج مراقبة مجهزة بكاميرات وطائرات مسيرة عن بعد ورادارات. السلطات الجزائرية ولتأمين حدودها استخدمت العناصر العسكرية والدرك وحرس الحدود، وهذا ليس فقط على الحدود مع المغرب ولكن مع جارتيها تونس وليبيا أيضا. هذه التدابير المشددة كما يراها العديد من المتابعين تعود أساسا لمخاوف الجزائر من أن تخترق حدودها من الإرهابيين وأفواج المهاجرين الأفارقة من منطقة الساحل والصحراء، وقصد التصدي للتهريب وتجارة المخدرات. أسباب تبدو منطقية ولكنها تبقى منقوصة إذا لم يفعل التنسيق وبشكل قوي مع دول الجوار، ولو هذا حاصل بأقدار مع تونس. ولكن الإفراط في التشديد وخاصة على الحدود مع المغرب يخفي بعدا سياسيا على خلفية العلاقة المتوترة مع هذا البلد وتعثر عملية تطبيع العلاقة بين الدولتين. ولعل بروز موضوع أمن الحدود على السطح في هذا التوقيت يأتي كأحد الردود غير المعلنة على الدعوة المغربية للحوار المباشر. الحديث في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجزائر سيد بن عمر بن جانة الخبير الأمني. سيد بن عمر، أهلا بك. أهلا وسهلا سيدي. يعني الجزائر تشدد الحراسة وتأمين الحدود عبر بناء وتشييد 6000 كيلومتر من الأسلاك الشائكة، وكأننا نتحدث عن الحدود الأمريكية المكسيكية، وكأن الجزائر تخاف من تسونامي المهاجرين من أمريكا اللاتينية، في حين أن الفرق هنا شاسع بين الوضع بين الحدود المكسيكية والأمريكية والحدود بين الجزائر والمغرب أو الجزائر وتونس والجزائر وليبيا. سيدي الفاضل، أعتقد أن هذه الأرقام هي أرقام مضخمة أولا، ثم أعتقد أن الخطاب الذي أتى به الملك المغرب الشقيق إلى الجزائر هو خطاب تهدئة وخطاب مقاربة التي استجابت لها الجزائر بطريقة إيجابية. فبالتالي أعتقد أن هذه الأخبار قد تكون سيدي الفاضل بين قوسين مغرضة، لأن لا أرى يعني لهذا التهويل الإعلامي نوع من المصداقية. أما فيما يخص تأمين والمراقبة المحكمة للحدود فهي بطبيعة الحال كما تعلم سيدي الفاضل أن هنالك وضعا وبؤر توتر شديدة خاصة بين الجزائر ودول الجوار. فبالتالي من ناحية الأمنية أو من المفهوم الأمني على المقاربة الأمنية أن تكون جدية في احتواء في ومجابهة كل المخاطر التي قد تأتي من هذه البؤر. نعم. طيب، أنت تحدثت عن تهويل الأرقام، ولكن نبقى في المعطى الفني التقني وأنت خبير أمني. ألا ترى بأن الجزائر بعد كل هذه السنوات من مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية والتهريب والهجرة السرية، من المفروض أنها اكتسبت
مهارات أكثر تقنية وأكثر يعني قدرة على معالجة أزمة اختراق الحدود، وليست في حاجة مثلا لأبراج مراقبة، وليست في حاجة لأسلاك شائكة. هل ترى بأن المقاربة الأمنية لحراس الحدود لازالت الحادلين كلاسيكية، إلا أن نقول تقليدية جدا؟ يعني سيدي الفاضل، لا تنسى أن للحدود للجزائر تقريبا 7000 كيلومتر طول حدود برية، وهي حدود تقريبا كلها في معظمها صحراء مفتوحة يصعب التحكم فيها، وبالتالي 7000 كيلومتر سيدي الفاضل لا تستطيع أي قوة يعني، وعلى الرغم من كل الوسائل التقنية الحديثة حاليا أن تسيطر على هذه على هذا البعد أو على هذا الطول أو على هذا الحجم من الحدود. وبالتالي يعني بالتوازن أو بالتناغم مع الوضع أو السياق الأمني الحاصل حاليا في جنوب الصحراء يجعل من السيطرة ومحاولة على الأقل وضع أدوات حتى ولو تعتبرونها أدوات تقليدية، إلا أنها الحقيقة قد تساعد على التحكم في الحدود والسيطرة على الحدود. نعم. حدود الجزائر مع دول الجوار، الجوار المغاربي، يعني نتحدث أساسا المغرب، موريتانيا، تونس وليبيا، كانت في العموم يعني تاريخيا حدود هادئة، إلا في بعض يعني الفترات ولم تكن فعلا حدود يعني للاشتباك، إذا استثنينا حرب الرمال. ولكن الخطر الحقيقي يأتي من الصحراء، دول الصحراء والساحل، ونشاط مجموعات التهريب البشرة وتهريب البضاعة وغيره، وأيضا المجموعات الإرهابية. هل الجزائر اليوم قادرة فعلا على ضبط هذه المسألة؟ أعتقد أن الجزائر أو القوات الأمنية في الجزائر تحاول جاهدة بالتنسيق، خاصة وأنتم تتحدثون على يعني نوع من يعني عدم التنسيق، لكن أعتقد أن التنسيق قائم بين هذه الدول والجزائر، إلا أن بطبيعة الحال الجغرافيات السياسية أو النظم السياسية المجاورة للجزائر بحكم قدراتها وإمكانياتها قد أحيانا تفشل في مراقبة حدودها، وبالتالي تصبح المهمة مناطة على عاتق الجزائر أكثر من الدول المجاورة. فالجهد يا سيدي الفاضل كبير وكبير جدا، والمسافة كبيرة جدا. تتكلمت على الولايات المتحدة والمكسيك التي طولها حوالي 500 كيلومتر، وأمريكا دولة عظمى أو أول دولة في العالم حاليا، إلا أنها لم تتمكن من ضبط حدودها، فما بالك من 7000 كيلومتر صحراء مفتوحة، والجزائر بطبيعة الحال ليست لها الإمكانيات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أشكرك سيد بن عمر بن جانة الخبير الأمني، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. إلى موريتانيا، وما أثرته زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى موريتانيا، زيارة استمرت بعض الساعات. تحدثت وسائل الإعلام الرسمية بأنه تم التوقيع على معاهدات واتفاقات تهم العلاقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي. أيضا نستعرض مع بعض أهم ردود أفعال الموريتانية على هذه الزيارة. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ندد بهذه الزيارة، واعتبر بأن بن سلمان غير مرحب به في موريتانيا، كما شجب عملية قتل الصحفي جمال خاشقشي. أما الرد الفعل الثاني الملفت وهو رد الفعل الطلابي، حيث كانت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة في موريتانيا نظمت وقفة احتجاجية في ساحة الجامعة الكبير وما يعرف بالجامع السعودي، ورفعت شعارات ضد هذه الزيارة وضد جرائم التي ارتكبها نظام الحكم في السعودية، وخاصة قتل الصحفي جمال خاشقشي في قنصلية السعودية بإسطنبول. الموقف الثالث ورد الفعل الثالث كان من حزب الرفاه. حزب الرفاه الموريتاني اعتبر زيارة بن سلمان محاولة لتنظيف أيد مصبوغة بدم الأطفال والنساء العرب، كما اعتبر حزب الرفاه الموريتاني أن دور مشؤوم لبن سلمان حسب رأيه غذى الحرب العدوانية على سوريا وحرب الإبادة الجماعية في اليمن، كما أدان حزب الرفاه أدان قتل الصحفي جمال
خاشقجي، وكذلك أدان الدور الذي تقوم به السعودية ومحمد بن سلمان لتصفية القضية الفلسطينية. ولكن في الجانب الآخر، ولو كان اعتبر نشازا في المشهد العام في موريتانيا، كانت هناك مبادرة سميت بمبادرة أصدقاء السعودية. هذه المبادرة رحبت بزيارة بن سلمان، وهو موقف تناغم وتماهى مع موقف السلطة التي أيضا رحمت بزيارة بن سلمان، واعتبرت بأن هذه الزيارة ترفع مستوى التعاون بين موريتانيا والسعودية. والعديد من المتابعين يسألون عن مستوى هذا التعاون بين موريتانيا والسعودية، ثم أيضا ذكروا بأن للسعودية أياد بيضاء على موريتانيا والجميع. هنا تغريدات لعديد المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي يبحث عن الأيادي البيضاء للسعودية. هذه تقريبا أبرز ردود أفعال موريتانية حول زيارة بن سلمان. الحديث في هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيدي مختار الصحفي الموريتاني. سيدي مختار، أهلا بك. سيدي المختار معنا عبر الهاتف من السعودية، لست أدري هل تواصلنا معه أم ما زلنا. طيب، فقط للتذكير، هذه الزيارة استمرت فقط لساعات، وهي زيارة أتت بعد زيارة إلى قام بها محمد بن سلمان في قبل الذهاب إلى بيونس آيرس لحضور قمة العشرين. ذهب إلى البحرين، الإمارات، مصر، ثم تونس، ذهب إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين، موريتانيا، ثم الجزائر. على كل، سنعاود اتصال بسيدي مختار الصحفي. طيب، معنا سيدي مختار. سيدي مختار، أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني الشارع الموريتاني يعني تقبل هذه الزيارة بسخط وغضب شديد، تظاهر للطلاب، المنتدى الوطن الديمقراطية والتوحيد أيضا ندد بهذه الزيارة واعتبر بأن بن سلمان غير مرحب به، أحزاب وشخصيات موريتانية لم تكن مرحبة بهذه الزيارة. هل هي فعلا كما ذكر حزب رفاه، وهذا يعني هل هذا الحس العام موجود عند كل الموريتانيين بأن بن سلمان وجد في موريتانيا لتبييض ما قام به قبل هذه الزيارة؟ لا، هو في الواقع هناك انقسام لدى الرأي العام الموريتاني. ليست كل الأحزاب والطوائف السياسية يعني ترفض زيارة محمد بن سلمان لموريتانيا، بل هناك أطراف نددت هذه الزيارة وكانت بودها أن لا تقوم بالزيارة، لكن أيضا هناك أطراف أخرى رحبت بالزيارة، اعتبرت أن يعني هناك شأن داخلي سعودي في النهاية لا يمس بشكل مباشر العلاقات الأمريكية السعودية، ولا يجب التوقف عنده يعني ضرارا بالعلاقات الثنائية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية. فعلا كانت هناك بعض التظاهرات وبعض الأنشطة قبل الزيارة مناهضة لها، ولكن بالمقابل كانت أيضا هناك أنشطة وندوات من قبل تجمع يسمى بأصدقاء المملكة العربية السعودية في موريتانيا، وكان لديهم نشاط يعني معارض ايضا لما قام به معارضي زياره محمد بن سلمان. اذا كان هناك يعني انقسام داخلي موريتاني بشان هذه الزياره، وهو امر طبيعي اعتقد في هذه الظرفيه ان يكون هناك انقسام بشان هذه الزياره. طيب لماذا هذا الانقسام؟ يعني بن سلمان لما كان في تونس كان هناك رفض شعبي عام، ولدى كل شرائح مكونات المجتمع المدني، طلبه، بعض النقابيين، جمعيات حقوقية، الجميع كان رافض لهذه الزيارة، والأحزاب السياسية تحفظت على هذه الزيارة وأحالت المسألة إلى علاقات دول. الجزائر كذلك، يعني تقريبا كل الرأي العام الجزائري بعيدا عن السلطة كان ضد هذه الزيارة. في الموريتانيا لماذا هذا النشاز؟ لماذا هناك داخل الشعب الموريتاني، داخل شرائح مكونات للمجتمع المدني الموريتاني، من رحب بهذه الزيارة واعتبر نفسه صديقا للسعودية وصديقا لبن سلمان؟ اعتقد ان الامر علاقه مباشره بالصراع السياسي الدائر في العالم العربي بين التيار الاخواني المسلمين والتيارات الاخرى. اغلب من عرضوا زياره محمد بن سلمان هنا في موريتانيا هم نشطاء في التيار الاسلامي الموريتاني، هؤلاء بالطبيعه معارضون للسياسات المملكه العربيه السعوديه، خاصه بعد القطيعه مع دوله قطر. في المقابل الاطراف الاخرى يعني تعتمد نوع من البراغماتيه السياسيه، بمعنى انه بالفعل محمد بن سلمان ربما يستهان به، ولكن لا يمكن اعتبار حزب الرفاه الموريتاني اخوان مسلمين، ولا يمكن اعتبار التيارات الليبراليه واليساريه في تونس اخوان مسلمين او ايضا في الجزائر. هذا بالفعل صحيح، ولكن ليس يعني هنالك بعض التيارات المناهضه للمملكه العربيه السعوديه، تيارات يساريه مناهضه للمملكه العربيه السعوديه على اعتبار انها
يعني هي من افشى ما يعرف بالسلفيه في العالم. هذه من الطبيعي ان تعارض يعني سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. هو حاله منتشره سواء عربي انقسام داخل الوطن العربي انعكست بالفعل داخل موريتانيا، مثل ما انعكست ايضا داخل تونس وداخل دول اخرى. هناك من لا يرحب بالملك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اعتبار ان يعني ارتكب اخطاء كبيره بحق اليمنيين، وايضا قتل متهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي. لكن هناك ايضا تيار براغماتي موريتاني يعتبر ان كل هذه النقاط لا يجب ان تمس العلاقات بين المملكه العربيه السعوديه وموريتانيا، وان بن سلمان ضيف على موريتانيا في النهايه. يعني يجب ان يتم افساد العلاقه بين البلدين بسبب بعض التهم وبعض يعني الاتهامات التي ما زالت حتى الان في طور اتهامات لم تتجاوز هذا الموضوع. هي لم يعني عندما تعترف السعوديه لم يعد اتهاما. على كل اشكرك سيدي مختار الصحفي الموريتاني، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى المغرب، حيث دعت حركة التوحيد والإصلاح المغربية إلى إلزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم تعميم اللغة العربية في كل مراحل التعليم وخاصة العالي، وبانتظار صدور القانون الإطار في الذي ينظم هذه القضايا المتعلقة بالتعليم والتي تثير إشكالات واختلافات مجتمعية مثل موضوع لغات التدريس. كما نصت مذكرة الحركة على ضرورة بقاء اللغة العربية اللغة الأساس للتدريس بمختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، مع السعي إلى فتح مسالك جامعية لتواصل التدريس بها في مختلف التخصصات، منتقدة ما وصفته بالسياسات التي حادت عن هذه المرجعيات في خياراتها المتعلقة بالمسألة اللغوية والتربية على القيم الإسلامية والإنسانية الجامعة وترسيخ اعتزاز الناشئة بأمجاد بلدها وتسرب تاريخ الحضاري العريق وتشرب تاريخ الحضاري العريق للمغرب. الحديث في هذا الموضوع معنا سيد عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية. سيد عبد الرحيم أهلا بك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الفاضل، يعني حركة التوحيد والإصلاح ليس جديدا بأنها تطالب بأن تشرب الناشئة المغربية بالتاريخ الحضاري العريق للمغرب، ولكن يبدو أن الآن هي أصبحت في مواجهة مباشرة مع واضعين مناهج التدريس في المغرب، خاصة مع محاولة للتضييق على مجال تحرك اللغة العربية، وأيضا موجة والانتعاش الجديدة للفرنكفونية في التعليم في المغرب على حساب لغات الآن التي هي تتصدر البحث العلمي كالإنجليزية، وهذا أيضا ورد في بيانكم. أولا أشكر قناة الحوار على تفاعلها مع مذكرة حركة التوحيد والإصلاح. طبعا حركة التوحيد والإصلاح تتفاعل دائما مع قضايا التعليم وخصوصا قضايا اللغة أو لغة التدريس، وهذه المذكرة سياقها أنها تأتي على إثر إحالة قانون إطار ينزل الرؤية الاستراتيجية التي صدق عليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزل في شكل قانون إطار فيصبح ملزما للحكومات المتعاقبة حتى لا يقع هناك تذبذب وتراجع في كل مرة عن السياسات التي تتخذها حكومة بعد أن تأتي حكومة عاقبها. إذا فنحن أولا ثمنا هذه القضية أن يصبح للرؤية الاستراتيجية للتعليم قانون إطار يلزم، فهذا شيء إيجابي في المغرب، لكن يعني لدينا تحفظات على بعض مقتضيات هذا القانون، خصوصا أنه ليس واضحا في قضية لغة التدريس، ونحن نطالب بأن تكون لغات التدريس هي اللغات الرسمية المذكورة في الدستور وهي لغات وطنية إما العربية أو الأمازيغية عندما يتم تأهيلها لذلك. يعني تدريس المواد العلمية أيضا يتم باللغة مع فتح مسالك مزدوجة حتى يتمكن من يدرسون باللغة العربية في الإعدادي والثانوي أن يكملوا يعني مسارهم العلمي بكل سهولة ويسر. طبعا هذا لا يعني عدم الانفتاح على اللغات، هناك فرق بين لغات التدريس وتدريس اللغات. نحن نطالب أيضا بأن يتم تدريس اللغات الأكثر انتشارا. طبعا لدينا الفرنسية هي مكتسب تاريخي ويتقنها عدد كبير من المغاربة، وفضاؤنا الاقتصادي أيضا وعلاقاتنا الاقتصادية مرتبطة بهذا المجال، لكن هذه ليست لغة تدريس لكنها لغة انفتاح الفرنسية وأيضا الإنجليزية التي
يضطر كل الذين درسوا سواء بالعربية أو بالفرنسية إلى ضرورة إتقانها في المستويات العالية، لأن البحث العلمي اليوم أغلبه باللغة الأكثر انتشاراً وهي الإنجليزية. ألا ترى السيد عبد الرحيم بأن مثل هذه القضايا التي تهم المجتمع في العمق وتهم بناء الناشئة، ألا ترى بأن بضرورة أن تتحول إلى حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كل أطياف المجتمع المغربي باختلافاته بتنوعه بامتداده الجغرافي والديموغرافي، حتى يصبح مطلب شعبي بعيدا عن مطلب حركة أو فئة أو نخبة؟ هذا تم، هذا الأمر قد تم سابقا، حيث أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تشكيلته يضم مختلف الأطياف، مختلف الهيئات الفاعلة في المجتمع، وتمت مناقشة هذه الرؤية وحسمت موضوع لغة التدريس، أي أن لغة التدريس هي اللغات الرسمية الوطنية، وحسمت أيضا انفتاح على أو تدريس اللغات. لكن اليوم في القانون الإطار لا نجد ترجمة حتى لما تم الاتفاق عليه بعد نقاش مستفيض وتم فيه التوافق على عدد من المقتضيات، فهذا المستوى لم يتم تنزيله. وطبعا قضية التعليم إلى اليوم ما زالت تحظى بنقاش عمومي والرأي العام يتابعها، وفي بدايات الدخول المدرسي هذه السنة كانت تفاعلت قضية بعض المصطلحات التي كانت من الدارجة وردت في بعض المقررات، ويعني تم رفضها من طرف مختلف أطياف الشعب المغربي باستثناء قلة قليلة، ولذلك فهي قضية دائما يتفاعل فيها. ونحن نطالب أيضا بأنه بالإضافة إلى ما يتم من نقاش وتشاور في قضايا مثل هذه، أن يتم التشاور حتى على مستوى القانون تنزيله حتى على مستوى التفعيل. في كثير من الأحيان يتم الاتفاق على أشياء في إطار نقاش وحوار مجتمعي، لكن تنزيل عملية التنفيذ التي تقوم به إما الحكومات أو القطاعات الوصية المكلفة بالتعليم يكون غير ملائما لما تم الاتفاق عليه. سيد الكريم، يعني للغة روافد عديدة، ليس فقط المجال المدرسي والبيئة المدرسية، ولكن بعيدا عنها هناك روافد الشارع، هناك روافد ثقافية أخرى، الإعلام، وهناك تخوف فعلا، يعني حتى بعض الدراسات تتحدث في المغرب عن، وأنت أشرت إلى بعض المصطلحات الدارجة التي وجدت في بعض الكتب المدرسية، وهناك تخوف أيضا من أن إقحام يعني مفردات أو لغة أخرى لدى الذائقة السمعية للناشئة المغربية تخوف على اللغة العربية، هل هناك وعي بهذا؟ هناك وعي بهذا لدى عدد من الفاعلين، ومن بينهم حركة تحرير الإصلاح، وهناك الائتلاف المغربي للدفاع عن اللغة العربية الذي ينظم كل سنة يعني ندوات ومؤتمرات في هذا الإطار من أجل التحسيس بهذه القضية ودفع القائمين على السياسات العمومية للانتباه. فكما قلتم وأنتم مشكورون، هذه قضية التعليم هي قضية أساسية، لكن هناك أيضا إدماج اللغات الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية في مجال الإدارة والاقتصاد والشارع والإعلام، فهذا من شأنه أن يقوي هذه الأمور ويحافظ عليها. ولذلك نحن اليوم يعني أصدرنا هذه المذكرة، لأن هناك قانون إطار ينزل في إصلاح منظومة التربية والتكوين، لكن أيضا نطالب بأن يتم يعني أن تكون اللغات الوطنية الرسمية حاضرة أيضا في مجال الإدارة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال الإعلام وفي الشارع أيضا. شكرا لك سيد عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. إذن هي مواجهة مفتوحة على ما يبدو، عفوا، بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، اجتمع على مصلحة الوطن وتفرق كما ادعى على مصلحة الوطن. هذا موضوعنا الرئيسي اليوم، ماذا يحدث في علاقة بالخطاب وتصعيد الخطاب بين الباجي قيس السبسي وحركة النهضة؟ نتابع هذا الملف بالنقاش، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أشرقت شمس نهار جديد، بدأت قصص وانتهت أخرى، ومع كل فنجان قهوة نعلن حباً أصيلاً للحياة. نتحدث عن العرب ومعهم في دردشة صباحية لكل العرب. أسرار
أفكار، علوم وصحة، سياحة، رحلة وفكرة، من المحيط إلى الخليج وفي القارة الأوروبية، لكل العرب وإلى كل العرب. مجلة يومية للأسرة العربية في الوطن والمهجر، تأتيكم في الأوقات التالية. في عالم تزدحم فيه الأحداث وتتعدد زوايا الخبر، أحداث تدفع عجلة الديمقراطية إلى الأمام وأخرى تعيدها إلى الوراء، نرصد الأخبار وانعكاساتها على الإنسان، نحلل الخبر، نسابق الزمن ولا نكتفي بما ظهر، أضواء على الأحداث، الخبر بأبعاده المختلفة. بدينا بالحالة الفلسطينية نموذجاً، بس حقيقة إذا أردنا نعممها، نحن العرب لدينا مشكلة في إدارة الشأن الداخلي بتاعنا. لذلك وجود خلاف داخلي في بعض الأحيان يكون مكسب لكسب القضية ضد الطرف الآخر. يعني هل بإمكان الفصائل الفلسطينية المختلفة حقيقة أن تصل إلى يعني مصالحة بمعنى المصالحة؟ مشاريع الاستعمارية الاستيطانية فشلت طالما ظلت الشعوب حية، حيثما أبادوا الشعوب استقر بهم المقام. لكن أنا قلتها مرارا، نحن لسنا بحاجة إلى وسطاء. أنا لو مكان أبو مازن لا أحتاج إلى أي وسيط. لابد أن نتكاتف، لابد أن نتحالف مع القوة الأخرى. هؤلاء تلبسوا صفة الضحية واستغلوها ليبتزوا الآخرين. كان العرب يضحون من أجل فلسطين إلى مرحلة بات بعض العرب يضحي بفلسطين. المتعلقة بمجزرة استخدام السلاح الكيماوي بدوما في غوطة دمشق، أنها ثورة شعب مستضعف خرج يطلب الحرية والكرامة الإنسانية. إطلاق اسم القدس على هذه القمة هو رداً على الاتهامات التي توجه للسعودية بالتواطؤ بما يسمى بسقة الخطائف تفوه بها ولي عهد السعودية. الآن الملك سلمان تحدث بأسلوب آخر، تحدث بصراحة، لكن هذا لا ينسجم مع ما كان يجري ولا يزال يجري من حديث عن صفقة القرن وتأييد ولي العهد لها. عندما يتم الإشارة بموضوعية لمحمد مرسي يتم الإشارة له بأنه الرئيس المنتخب. النظام الحالي يعاني من أزمة شرعية، هذا حقيقي، هناك أزمة شرعية. يعني لو لم يكن عبد الفتاح السيسي قد أتى إلى سدة الحكم بعد انقلاب قال هو بشخص. نحن نقبل التحدي ولا نبالي إذ كانت موازين القوى مختلفة. فقدت حماس، فقدت الأمور أكثر من يعني الوثيقة هذه، أولا الوثيقة متناقضة، بس أنا لا أتكلم عنها. أنت في مصر بدل ما تقول للمصريين افتح عن إخوانك المعبر، افتح عن إخوانك المعبر، بتقول لهم دايتوا على إخوانك ليش يا جماعة؟ دخل الأسرى المضربون عن الطعام ضمن إضراب الحرية والكرامة يومهم الأربعين. نقترب أكثر، نكشف تفاصيل لم تكن تراها، نحلل الأحداث بعمق ودقة لترى الصورة باكتمال ووضوح. الحوار أبعاد لا تنتهي. لأننا نعتبرك شريكاً في صناعة المحتوى، فقد خصصنا لك منصة شارك ليصلنا رأيك وسؤالك بالصوت والصورة في برامجنا التفاعلية كيف الصحة؟ لكل زمان ومكان، استشارات قانونية.
منصة شارك تستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم بالصورة ومقاطع الفيديو على خدمة سكايب أو الإيميل. شارك لتكون لك الكلمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جزء ثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية. ملفنا الرئيسي اليوم تونس، عودة من جديد إلى تونس خاصة بعد التطورات المتسارعة في المشهد السياسي. خطاب للرئيس الباجي قايس سبسي في المجلس الأمن القومي، صعد في لهجته تجاه حركة النهضة وقال سنلجأ للقضاء على خلفية عديد المسائل، لا ربما على رأسها مسألة الجهاز السري الأمني لحركة النهضة كما تتهم بذلك هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك أطراف الجبهة الشعبية اليسارية. نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود للنقاش. بقى الموضوع هذا يعني أثار حساسية لدى بعض الجهات. النهضة من يعني أنا مش في ورد النهضة ومش في ورد حتى حد، وشنو السر اللي ثم هو؟ يتوى المسألة مفضوحة، العالم أجمع يتكلم عليها، هل جهاز سري هل جهاز غير سري، هو ما عاش سري يتوى بعد كل شيء. كلمات اختيرت بذكاء حتى يتوارى المسكوت عنه بعيدا عن المفضوح. الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يتأهب للمواجهة مع حركة النهضة وقد استنفذ خيارات المناورة المتاحة أو أغلبها. السبسي رجل الحكم العقود، وبعد أن تمردت عليه حكومة الشاهد اختار أرض المعركة بعد أن حدد خصمه شريك الأمس القريب وحليف حزبه المهجور نداء تونس، حركة النهضة الخصم والخصومة. السبسي وليفك الحصار عنه عاد لمربعه السلطوي بمنطوق ما قبل 14 من يناير 2011، تضاريس خبير بها وهو ابن المنظومة تحت عنوانين أساسيين يطلق شيخ قرطاج حملته ضد شيخ النهضة، المشروع المجتمعي والتهديد الأمني. فكانت تمثلاتها مشروع قانون المساواة في الإرث والجهاز السري لحركة النهضة، جرعة أولى لإحداث الصدمة النفسية وترقب ردة فعل الخصم والتي لم تتأخر كثيرا. نحن نعطوا الامبريسيون نحن عاقلين، أما رانا مش معاقلين، رانا عفرتة. الشيخ الغنوشي اختار الصمت بعد أن أزعجت تصريحاته الأخيرة أنصاره قبل خصومه. الغنوشي وهو في لحظة ثورية منفلتة وصف السبسي ذات مرة سنة 2011 أنه قد أتوا به من الأرشيف، ونسي الشيخ أن الأرشيف تاريخ والتاريخ في ظاهره إخبار وفي باطنه نظر وتحقيق، ونسي كذلك أن الأرشيف هو ملفات جمعها ضباط أمن الدولة زمن لا دولة للترغيب والترهيب. السبسي والغنوشي أو الشيخان كما يصفهم الشارع التونسي عمدهما توافق الضرورة في قصور الحكم بدعوى مصلحة الوطن، وبدعوى مصلحة الوطن افترقا. الشيخان على أرض واحدة، خصومة مفتوحة وقد تتحول من القصور إلى المحاكم، سيناريو من كلاسيكيات علاقة النهضة مع السلطة. ولكن النهضة اليوم في السلطة إن لم تكن حيز السلطة الاعتباري سياسيا بامتياز، وعليه لن يعيد التاريخ نفسه. السبسي يعلم جيدا أن خصمه الغنوشي الذي يحتفى به في عواصم القرار الدولي والمرحب به كسفير للحالة الإسلامية المعدلة ديمقراطيا له قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتحويل وجهة المعركة كما فعل في صيف 2013 عندما هتف خصومه باسم السيسي ولوحوا بتونسة مذبحة رابعة. التف على الجميع وكان لقاء باريس مع الباجي قايد السبسي، لقاء أسس لتسويات يبدو أن الراعي الإقليمي وخاصة الجار الكبير لن يسمح بنسفها ولن يقبل أصدقاء التجربة التونسية المتعثرة خروجها عن السيطرة. الشيخان بين مشهدين، عودة الابن الضال ونهاية رجل شجاع. أما المشهد الثالث فمواطن يبحث عن حلمه العابر للزمن ومكان كريم تحت الشمس في أرض تستحق الحياة.
الحديث في هذا الموضوع معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس سيد عبد الحميد أجلاسي القيادي في حركة النهضة. سيد عبد الحميد أهلا بك. أهلا مرحبا بكم وشكرا على هذا التقرير وخاصة أناقة اللغة. طيب سيد عبد الحميد، يعني حتى نقرأ المشهد السياسي في تونس بأكثر عمق وأكثر وضوح، يعني هل هذه الانطباع، أنت تحدثت عن انطباع بأنكم عقلين يعني هادئين، ولكن هل هناك انطباع فعلا بأن هناك مواجهة مفتوحة الآن بين الباجي قايد السبسي والنهضة، أم هي بين الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي؟ لأن في ردك على هذا الأجواء المشحونة الآن في تونس، وأنت وجهت الخطاب للجميع ليس فقط لرئاسة الجمهورية وردت أن تحيدها، ولكن وجهت خطابك لأطراف أخرى لم تسميها بأنكم يعني مستعدون لكل أساليب المناورة والمواجهة الممكنة. على كل، أنا قلت أنه تونس الآن هي بين مشهدين، بين مشهد البناء والتجميع وبين مشهد التأزيم والتفريق، وقلت أيضا أنه الشعب التونسي هو محتفي بثورته ومكاسبه وبديمقراطيته ولن يسمح بالارتداد عنها، وقلت أيضا أن هناك صعوبات كثيرة وخاصة على الصعيد المعيشي والتنموي والاقتصادي الاجتماعي، وهناك أزمة في الأحزاب وأزمة أيضا بين الأحزاب وأزمة بين المؤسسات، ولكني لازلت أعتقد أن العقلانية التونسية ستنتصر منها أخيرا. أنا أعتبر أن تونس أمام فرصة، تونس ليست أمام ضغوط دولية كثيرة، بل أن الفاعلين الدوليين الكبار هو من هو ليس مع هذه التجربة ليس ضدها، وأيضا الفاعلين الإقليميين الكبار وخاصة الجوار متاعنا المؤثر الآن أنه هو مع استمرار هذه التجربة. تونسيا شعبنا التونسي وجه للنخبة السياسية يوم 6 أيار، يوم 6 ماي، وجه لنا رسالة تحذير، وجه لنا بلغة كرة القدم ورقة صفراء بالحجم متاع الامتناع على الانتخابات، ولكن مع ذلك تقديرنا أن الوضع منها سيذهب بصعوبات وبتعثرات نحو انتخابات في سنة 19، ربما تكون هناك صعوبات، لكن أيضا سنقر الميزانية كما أقررنا التعديل الوزاري من الأخير، معقول في سنة انتخابية، معقول بعد نتائج انتخابات متاع شهر مايو الماضي، معقول أن توجد نوع من المحاولات لإعادة تركيب هذا المشهد، ولكني أتصور أن هذا الصراع في تونس لن يخرج عن الكادر الديمقراطي، عن الإطار الديمقراطي، وأنه أيضا حتى ما يقال عن فك هذا التوافق بين النهضة والنداء أو بين النهضة ورئيس الجمهورية، أنا أعتبر أن التونسيين عقلانيين، حتى إذا كان قالوا أن هذا التوافق قد فك نظرا لاعتبارات انتخابية ولدغدغة جمهور انتخابي، ولكن في الميدان ستظل رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية المنتخب، والنهضة ستعامله على هذا الأساس وعلى أساس صلاحياته الدستورية. سيد عبد الحميد، رئيس الجمهورية المنتخب، نقطة فقط، ورئيس الجمهورية سيتعامل أيضا مع حركة النهضة بالتاريخ متاعه، بالذكاء متاعه، بالداء متاعه، بالحزم متاعه السياسي، سيتعامل معها كطرف في البرلمان له كتلة فيها 68 نائب، هي كتلة متنوعة، هي كتلة قد تشقها أحيانا بعض التباينات، ولكنها في نفس الوقت منضبطة عند الاقتضاء. أكبر كتلة الآن هي منضبطة ومستقرة في البرلمان، 2200 مستشار من بلدي، حركة لها قاعدة اجتماعية، حركة لها تنظيم، رئيس الحركة رئيس الجمهورية في كل الحالات، حتى وإن أظهر أحيانا أنه يأخذ مسافة من حركة النهضة أو أنه يحاول أن يعيد من تشكيل المشهد، ولكنه سيتعامل مع الواقع. وأنت تستعرض قوة حركة النهضة في البرلمان وفي المجالس البلدية وفي تواجدها الاجتماعي، وكأنك بين الأسطر تذكر رئيس الجمهورية وتحرك حاسة الذكاء وحاسة الدهاء السياسي عند رئيس الجمهورية بأن يحذر حركة النهضة. أنتم العفاريت الذين ممكن تتحركون في الوقت، أنت ذكرت بأنكم خبرتم الإدارة، خبرتم السجون، خبرتم المنافي، خبرتم الاعتقالات، وكأنك دائما تحافظ على هذه اللغة
هذا التصعيد الناعم في خطابك سيد عبد الحميد، وهو لا نقول أنه الآن هناك إدارة للمواجهة ولكن إدارة للغة التعامل مع الرئيس الجمهورية، لأنه صعد وقال ممكن سألجأ للقضاء. على كلنا أنا هو ربما الخطاب الذي وجهه ربما فهم وكأنه نوع من التهديد، لا هو في الحقيقة نوع من التحذير. نحن في حركة النهضة وأنا شخصيا مع التهدئة، مع المحافظة على الخطاب السياسي في مستوى معين، مع صراع البرامج والأطروحات والمواقف، مع صراع تقييم الأداء لكل مسؤول، للنهضة في تجربة حكمها، لرئاسة الجمهورية في مدى تحمله لمسؤولياته وفقا للصلاحية متاعه، للسيد يوسف الشاهد في ترأسه للحكومة، لكل وزير وضع الديمقراطية هو وضع المحاسبة. أنا وجه نظر متاعي، نحن في النهضة وجه نظر متاعنا لنترك هذا الصراع السياسي فوق الطاولة على البرامج والأطروحات والمواقف والمقترحات انطلاقا من تطلعات المواطنين، ونبتعد عن هذا الأسلوب، أسلوب الملفات أو الابتزاز أو تحريك من بعض القوى تحت الطاولة. طيب سأعود لك إلى أسلوب الملفات والابتزاز وتحريك بعض القوى والحركة تحت الطاولة، لأن هذا مهم جدا، والضرب تحت الحزام أيضا سيد عبد الحميد. سأعود لك ولكن نأخذ رأي الأستاذ نعم. عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس. سيد عبد العزيز أهلا بك. أهلا وسهلا بس أهلا بك. أكيد كنت تستمع للسيد عبد الحميد أجلاسي، ويعني في قراءة لخطاب رئيس الجمهورية سيد باجي قايد السبسي في اجتماع مجلس الأمن القومي، هناك مناورة هي حافظت على السياسي ولكن مناورة حادة، عندما قال أنا دفعت عن النهضة، أنا لست في ورد النهضة، من حقي أن ألتقي مع من أريد، وكذلك اعتبر بأن بيان النهضة فيه تهديد له وبأنه ممكن أن يلجأ للقضاء. قراءتك لهذه المناورة الحادة صح التعبير لرئيس الجمهورية؟ شكرا. ما هو لوضع الأمور في إطارها، هو رئيس الجمهورية تعاطى مع ملف تم طرحه من قبل هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراني، وليس لرئيس الجمهورية أي دخل في هذا الملف، هو ملف تم الاشتغال عليه من قبل الهيئة وتم عرضه في عديد من المواد الصحفية على الرأي العام، ولكن في مرحلة معينة لما ارتأت الهيئة بأنه في هذا الملف من الخطورة في مكان تم تقديمه إلى رئيس الجمهورية، والذي استعمل صلاحيته كرئيس جمهورية وعرض ذلك على مجلس الأمن القومي. المشكل هو في خطاب حركة النهضة، وأنا كنت أستمع للسيد عبد الحميد الشناسي، ونحن جميعا مع خطاب التهدئة، نحن جميعا مع خطاب العقل، ولكن عندما تصبح المسألة وكأنه هناك ترويج أو محاولة لاستعمال هذا الملف وكأنه هناك استهداف، ترويج لاستهداف حركة النهضة من قبل أي طرف وخاصة السيد رئيس الجمهورية، هذا يعتبر عيب ويعتبر مزيد وضع الزيت فوق النار، لأنه رئيس الجمهورية يتصرف منذ بداية العهد نتاعه كرئيس لكل التونسيين، وضع يده مع في يد كل الأحزاب السياسية وخاصة حركة النهضة، هو الذي بعث حكومة الوحدة الوطنية التي كان فيها 9 أحزاب، وهذا أكبر دليل على أنه رئيس الجمهورية هو رئيس. طيب سيد عبد العزيز، سيد عبد العزيز، ويجعل المصلحة العليا للبلاد فوق الجميع. طيب سيد عبد العزيز، نحن نتحدث عن السيد باجي قايد السبسي، نتحدث عن 60 سنة سياسة تتحرك، نتحدث عن رجل تربى في منظومة حكم، نتحدث عن الرجل خبر يعني دواليب الحكم وإدارة الحكم، يعني عندما يقول في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوجه خطاب مباشرة للنهضة، عندما يستقبل هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي في حين هناك عدة ملفات خطيرة وتمس أيضا الأمن القومي ولم يتعامل معها رئيس الجمهورية بهذا الحشد والتعبئة الإعلامية، نقرأ ما بين الأسطر، في آخر الأمر هناك مواجهة وهناك رسائل مواجهة لحركة النهضة. بطبيعة الحال هناك رسائل، لأنه النهضة وحركة النهضة أرادت أن تبعث رسائل، وخاصة بعد أن خيل لها بأنها ربحت الانتخابات البلدية الخطاب تبدل، رئيس الحركة خرج في اجتماع بكتلته ويحكي بنبرة لم نعهدها
منذ قبل خلال السنوات الأخيرة، ورجعنا إلى مربع التهديد، إلى مربع الوعيد، إلى مربع أن حركة النهضة هي التي تمسك بزمام الأمور، وأن البقية وكأن البقية هم معناها من أجل الديكار. وكان هناك كذلك تعدي ومس من مقام السيد رئيس الجمهورية وكذلك حتى من رئيس الحكومة، لأنه تم اعتباره في هذا الخطاب الذي قام به السيد رشيد الغنوشي وكأنه رئيس الحكومة يستغل عند السيد رئيس الغنوشي الحاكم بأمره، وهو الذي يرفع أرضيته في وجه هذا وفي وجه ذاك من الوزراء، وهو الذي يتحكم في اللعبة، وهذا ما لا يمكن قبوله سياسيا. مسألة الملفات هذا واقع موجود، نحن جميعا ننظر إلى هذا الملف بكل حذر. الهيئة قامت بدورة، ورئيس الجمهورية عندما حركت نهضة تصدر بيان في منتصف الليل بلغة لم نعهدها مرة أخرى وكذلك بنبرة وفيها كأنه تهديد إلى رئيس الجمهورية، واليوم المعتدين يخرجون من أجل تقديم النصيحة لرئيس الجمهورية وكأنه رئيس الجمهورية دخل فيما لا يمكن ولا ما ليس له في صلاحياته، هذا هو يصبح الآن معناها مسألة فيها جدل. وكذلك على حركة النهضة من خطابها أن نعرف بعض الحدود، ورئيس الجمهورية الوحيد الذي يمكن محاسبته هو الشعب التونسي باعتباره هو رئيس جمهورية. سيد عبد العزيز، سيد عبد العزيز القطي، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة بوضوح. سيد عبد العزيز القطي أشكرك. سيد عبد العزيز القطي القيادي في حركة نداء تونس كنت معنا عبر الهاتف من تونس. عودة لك سيد عبد الحميد أجلاسي القيادي في حركة نهضة، أكيد كنت تستمع إلى مداخلة سيد عبد العزيز القطي. فيه نوع من العتب، كذلك فيه نوع من الرسائل هو عبر عنها بشكل غير مشفر بأن حركة النهضة ممكن اخترت بنتائج انتخابات البلدية، حركة النهضة أصبحت ترفع الفيتو في وجه المسؤولين، حركة النهضة كما ذكر رئيسها أصبح هو الحاكم بأمره. يعني هذه أيضا لغة لم نعهدها من نداء تونس، وهو كذلك يقول بأن نص بيان حركة نهضة لم نعهده منه. يعني ما الذي حصل حتى نصل إلى هذا المستوى من حدية في الخطاب؟ على كل، بالنسبة لحركة النهضة ليس لها حدية في الخطاب. حركة النهضة ما زالت عند عقيدتها ورؤيتها السياسية أن البلاد لن تدار للعشر سنوات القادمة من غير تشارك واسع سياسيا واجتماعيا من أجل إنفاذ الإصلاحات الكبرى، وخاصة في الجانب التنموي والجانب الاقتصادي الاجتماعي. هذه هي الأولوية متاع التونسيين، وهذه قناعات لم نصل لها لتيبتنا أو لأننا جيدون، وإنما لأن الأمور هكذا في أوضاع الانتقال الديمقراطي لابد من كتل كبرى سياسية واجتماعية لإدارة الإصلاحات. إذن هذه هي عقيدتنا. هذا يعني أن نحن لن نستقوي على شركاء الوطن بنتائج الانتخابات أيا كانت نتائج هذه الانتخابات، علما وأن القانون الانتخابي لن يسمح بإعطاء أي طرف أغلبيات تسمح له بالحكم وحده، وحتى أن سمح فلن نحكم وحدنا. وثالثا وهذا مهم، نحن لسنا مع تغيير جوهري في القانون الانتخابي، نعتبر مراحل الانتقال تتطلب إدماجا، بالتالي نحن لازلنا مع الشراكة، لازلنا مع التوافق، نحترم مقام رئيس الجمهورية، ولكننا نحترم مقام رئيس الجمهورية بالصلاحيات التي أعطاها له دستور 2014. نحن لسنا في دستور 59، نحن في دستور أعطى نوعا من التوازن بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وأعطى دورا مهما وأساسيا للبرلمان. لن نقبل أن يتم تشويه النظام السياسي من نتاع البلاد، أو أن يتم استعداء سلطة على سلطة أخرى. طيب نبقى في التشويه واستعداء سلطة على سلطة وتداخل السلطات والصلاحيات. سيد عبد الحميد، تم تحريك وأنت أشرت إلى الملفات، وهو الآن الملف الأبرز الآن في الساحة التونسية، الجهاز السري لحركة النهضة. كثير من الكلام قيل حول هذا الموضوع. الموضوع الآن يعني هو حصان طروادة هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيل سنة 2013. حركة النهضة وجهت الاتهام مباشر، على الأول كان اتهاما سياسيا، الآن أصبح اتهام بالضلوع بشكل مباشر.
في عملية الاغتيال. ألا ترى بأن هذا الملف الآن هو ملف فعلا ممكن أن يكون ملف يوتر الحياة السياسية في تونس، خاصة مع الصمت الغامض لحركة نهضة التي إلى حد الآن لم تذهب هي إلى القضاء وتنتظر في ردة فعل القضاء، وأيضا هناك الخصوم السياسيين، الجميع الآن ينتظر في موقف من حركة النهضة؟ لا، هو حركة النهضة لها موقفها وعبرت عنه. موقف حركة النهضة هو موقف بسيط وبديهي، نحن ليس لنا علاقة بهذا الموضوع، نحن نطالب بالحقيقة في الاغتيالين، نحن نتعاطف مع العائلات، نحن نشجع هيئة الدفاع على الوصول للحقيقة، نحن مع دعوة كل الصورة من كانت له دخل أو معطيات أن يوفرها، ولكننا نعتبره ملفا قضائيا. من أراد أن يثير هذا الموضوع فليذهب إلى القضاء، ويوم أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتوجيه التهم، هذا وضع ديمقراطي، ويوم أن توجه سلطة قضائية الدعوة لأي مسؤول أو مناضل من حركة النهضة للإدلاء بشهادة أو غيرها لن نتردد في ذلك. ولكن ما يحدث الآن هو محاولة تحريف من جهة قضائية إلى ملف سياسي، إلى ملف انتخابي، إلى ملف إعلامي، والآن يراد أن هيئة الدفاع هذه تتحول من هيئة الدفاع ومن حقها أن تشتغل بطريقة فنية هناك إلى جهة سياسية، وتتدخل وتتحدث عن مشروع الدولة المدنية في مواجهة دولة ظلامية رجعية، وأصبحت الآن تريد أن تعوض سلطة القضاء وسلطة الأمن وغيرها. ما يزعج في الموضوع حركة النهضة أن رأت أنه ربما اللجوء لمجلس الأمن القومي في هذا الموضوع هو ارتباطا بالسياق، وخاصة ببعض الزيارات الغريبة شوية على الدبلوماسية التونسية في السنوات الأخيرة اللي ربما تدخل تونس في نوع من سياسة المحاور. بالتالي نحن محمد بن سلمان، تقصد زيارة محمد بن سلمان سيد عبد الحميد، هي وغيرها. غيرها من مثلا؟ غيرها من نترك المؤسسة لا لا أتذكر. المقصود أنه نترك المؤسسات الكبرى للدولة بعيدة عن هذه التجاذبات، أن نترك القضاء يقوم بعمله، وأن نترك السجال السياسي والانتخابي في مقامه. نحن في حركة ماذا؟ مع المسارات المتوازية. أنه نقاط الغموض في علاقة باغتيال الشهداء رحمهم الله، أو في علاقة بتنظيمات سرية للنهضة أو لغيرها، هذا يأخذ مجراه. وثانيا الحياة السياسية في البلد والتنافس حول البرامج من أجل إدارة هذه السنة الصعبة، سنة 19، والوصول إلى الانتخابات، هذا مسار ثاني. بعض الأطراف ليس لها من برنامج إلا استهداف حركة النهضة من انطلاق من هذا الملف وغيره. نحن لن ندخل في هذه المعارك، بالتالي نحن لسنا صامتين. نحن قلنا ببساطة إن هذا الملف ومجاله العدالة والقضاء ليترك العمل متاعه، ونكف عن الضغط عن هذا بهذا الملف. رئاسة الجمهورية قلت أنا سنتعامل معها وفقا لعقد الشراكة الذي تم بيننا منذ 4 سنوات، وفقا لمقام رئيس الجمهورية، وفقا للصلاحيات متاع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في وضع ديمقراطي هو رئيس كل التونسيين إلى أن تأتي انتخابات قادمة. في انتظار الانتخابات القادمة، دهمنا وقت البرنامج سيد عبد الحميد، في انتظار الانتخابات القادمة، ونحن نتابع دائما الشأن التونسي لأنه شأن مهم. تونس نموذج نير فعلا في الانتقال الديمقراطي، تجربة ناشئة الجميع ينظر إليها بأن برغبة النجاح، وأن تكون فعلا تجربة رائدة في العالم العربي للانتقال الديمقراطي المدني. أشكر السيد وسنسعى وستنجح تونس إن شاء الله، ستنجح أشكرك تونس. أشكرك سيد عبد الحميد الجلاسي، وسنحقق أهداف الثورة. القيادي في حركة النهضة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس. هكذا مشاهدينا الكرام أتينا نهاية حلقة اليوم من محطات مغاربية. شكر للزملاء في الإعداد التنفيذي، شكر لكم على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.